يعني سلمى كنا عم نحكي وندردش شوي تحت الهواء عن أساليب التعليم المختلفة، يمكن سنوات كتير طويلة اعتمدوها أما الأمهات الأهل، خلينا نقول إذا ما بدنا نحدد أمهات بشكل خاص، وحتى طريقة التدريس اللي شفناها بالمدارس اللي بتعتمد بشكل كتير كبير على التلقين وأوقات كتير على الشدة والحزم بطريقة سلبية، خلينا نقول إما بتكرهنا بالمادة وبتنفرنا منها. أكيد أكيد سلمى، يعني هذا الشيء كتير مرق في نماذج من حياتنا وحوالينا. رح نحكي عن أسس وطريقة التعليم الصحيحة البعيدة كليا عن التلقين مع المهندس غدير شعبان اختصاصي نظم إلكترونية. يسعد صباحك. صباح الخير، كيفك؟ وأهلا وسهلا فيكم. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني اليوم مثل ما قلنا أوقات كتير بتغير مسار حياة الإنسان كله بسبب لتلقي المادة من أستاذ معين أو عدم قدرته على أنه يحس هو منتج بهي المادة، فبيغير مسار حياته كلياتها. وكتير بنشوف هاي بالمواد اللي بتعتاز هيك مثلا مهارة عقلية بيعتبروا هنن لا فورا على الحفظ. قديه هذا الأسلوب ممكن يأثر على الطالب أو على الطفل مدى الحياة؟ تمام. هلا بالاضافه، اول شيء تقرير شكرا كثير حلو. بالاضافه للشيء اللي حكيتيه والشيء اللي حكيتوه انه الشده والصرامه، هذا الشيء بيخلي انه الواحد ينفر من الماده العلميه وبيخليه انه هو يغير مساره مثل المسار مع كثير عالم بنعرفهم. هلا احد اهم النقط، او يعني هي ما فينا نقول اهم، هي نقطه سلبيه، يعني أسوأ شيء موجود بالتعليم التقليدي المدرسي هو انه الهدف من التعليم كلياته هو انه انا انجح بالامتحان. يعني الاختبار بالمدرسه بسموه امتحان او مذاكره، هدفي كلياته اني انا اتجاوز هالاختبار هذا بغض النظر انا فهمت ولا ما فهمت، يعني راحت القيمه الحقيقيه للماده العلميه. جمله كثير بنسمعها انه استاذ هي بيجي منها بالفحص، استاذ هي كيف بتجي؟ يعني هذا الشيء كيف عرف الطفل فيه، او عفوا كيف عرف الطالب فيه لولا ما هي هو النظام التعليمي الموجود التقليدي. هلا لما الواحد بكره الماده العلميه فهو راح ينفر عنها وراح يبعد عنها تماما وراح يضطر يغير مساره. بس هذا الشيء له حلول اكيد، وهو انه يستخدم حتى طرق تعليم غير تقليديه. يعني مثلا في قنوات يوتيوب. هلا سابقا مثلا ايامنا ما كان في يوتيوب، انا كنت في برنامج تلفزيون كنت اتابعه، كان يعني يطلع كل يوم حلقه، هي عباره عن اختراعات، نقول بس اختراعات الاولاد صغار، يعني مو شيء فظيع يعني. بس هذا الشيء بحمس الواحد لما الواحد يعمل اي تركيبه مثلا الكترونيه او حتى كيميائيه يعني، ويشوف نتيجتها، هذا الشيء بيخليه يحفظه. هلا في معلومه او حقيقه هي انه اذا واحد من الاستماع يلي هو الصف عباره عن استماع ورؤية، اذا واحد اعتمد على الاستماع بيرسخ بذهنه 10% من المعلومات. اذا اعتمد على الرؤيه بيرسخ 10%، اذا اعتمد على الاستماع ورؤية 20%، بس اذا اعتمد على الممارسه وعلى محاوله تعليمها لحد ثاني، هذا الشيء بيوصل 80-90% من الماده العلميه اللي هو الهدف الاساسي ان الواحد يحبها. هلا شفنا يمكن سلمى فيديوهات على الفيسبوك بالفترة الأخيرة انتشرت كثير كبير عن يمكن أحد الأساتذة عم يدرس بطريقة الغناء وبطريقة مفرحة بالصف. البعض كثير انتقد هذا الشيء، والبعض الآخر قال إنه لا، هو من الأساتذة يلي كثير مهمين وعنده طريقة كثير حلوة إنه يوصل المعلومة للطالب. برأيك نشر يمكن هذا الجو بعيدا عن الجدية والصرامة يلي كنا عم نحكي عنها، البساطة والقرب من الطلاب، قد ايه هي عملية تعليمية ممكن تكون صحيحة وبنفس الوقت حبب الطالب بالمادة بشكل أكبر؟ تمام. هلا هذا رأيي شخصي طبعا. أنا أكيد مع هيك شيء، ومع إنه مو بس اعتماد أسلوب الغني، ممكن يعني اعتمدوا أساليب كتير، أساليب حتى كتير. التعليم عن طريق اللعب للأطفال. هلا مجرد التنويع لحاله هذا كافي إنه الطلاب تنبسط. هلا بصير هي تنبسط بالحصة وتشوف إنه شو النكست، هلا يعني شو راح يعمل الأستاذ هلا، فبصير بيتوقعوا، أو ممكن هنو لحالهم يخطر على بالهم فكرة إنه مثلا ليش هالمادة هي، أو ليش الدرس هذا بيعطى بهالطريقة هي، مثلا والله في أستاذ أعطانا إياها بطريقة الغناء، فليش ما نعتمد هلا طريقة الغناء، أو مثلا أو طريقة اللعب، أو يحاولوا يدوروا على طريقة جديدة. هون طالب فكر، هلا مجرد انه هو فكر فهذا الشيء لحاله بيخليه يتحمس انه يفهم الماده نفسها ويحاول يلاقي طريقه لحتى هو يفهمها او يفهمها لزملائه، لانه هو الطالب هذا هو راح يخترع الطريقه، او راح يقول لاستاذه انه مثلا استاذ بتمنى تعطينا بهالطريقه هي، مثلا راح يصير في نقاش مع الاستاذ انه كيف بتحب مثلا نعطيها او شو الطريقه. انا اكيد مع هالاسلوب هذا، وطبعا هذا رايي شخصي. اكيد بعض يمكن الاساليب بتعتمد التركيز، بيقول لك لا اتركه مركز، هي ماده صعبه لازم يركز فيها، بده هدوء، ما بيصير حدا يشتته و ولكن هل هي فعلا هي الطريقه الوحيده
الناجحة بتلقي المعلومة؟ يعني إذا هو كان في حوالي نقاش مثلا من زملاء وطلاب، كل واحد حكى فكرة، كان في تحفيز لمثل ما قلت التفكير اللي هو أساس التعلم، تمام. هذا الشيء غلط؟ تمام. هلأ أكيد التركيز هو شيء مطلوب وأساسي، بس ما يكون دائما، لأنه خاصة بوقت الحصة، لأنه ممكن واحد بعد ما يرجع البيت يكون هو كاتب ملاحظات عنده على دفتر، انه كل استاذ شو حكى، كل طالب شو حكى، بعدين يرجع لحاله يفكر ببيته، وبعدين بصير عنده اسئله وبركز ببيت لحاله لمده مثلا ساعتين ثلاثه على فكره واحده، ما عندي مشكله يعني. هون هو ركز، بعدين بيرجع ثاني يوم على المدرسه بيسال استاذه انه هي النقطه صح او هي النقطه صح، بعدين بصير في نقاش. يعني التركيز ضروري اكيد، بس ما يكون بشكل دائم، لانه رح يتعب نفسيه الطالب. هلا مثل ما قلنا اليوم صار في اساليب جديده، وصار في انترنت ويوتيوب مثل ما حكينا، وسائل تواصل كثير كبيره وطرق مختلفه لحتى يتعلم منها الطالب. برايك كيف الشخص ممكن ينمي قدراته ومواهبه بغض النظر اذا كان الاستاذ هو قادر على ايصال المعلومه، ويمكن انجاح الطالب ووصوله ولا بر الايصال ولا بر الامان او لا؟ تمام. هلا في زميل الي انا كثير بعتبر تجربته حلوه وناجحه، كان هو بحب يفيق كل يوم الساعه 7، هو دوامه مثلا ببلش 9 دوام المدرسه او الجامعه مثلا، فهو بهالساعتين هدول دائما كان يفتح على قناه على اليوتيوب هي قديمه اسمها فيسوس، يعني هو الدحيح حاليا يلي اكيد صار معروف كثير. هو كان مره حكى باحد كلماته انه هو مستقي كثير افكار من فيسوس، او هو كان يحبه لفيسوس. فيسوس هذا اسم يعني نيك نيم يعني فينا نقول. كان كل يوم مثلا يحضر حلقه، الحلقه هي تحكي عن اي موضوع، مثلا مره كان يشرح عن مفهوم اللانهاي، اللانهاي هذا مفهوم بيتاخذ بالمدرسه على ما اعتقد بصف العاشر او 11، هو مفهوم كثير معقد وما هو بسيط، والتركيز فيه يمكن هذا الشيء سيء، يعني يمكن لازم يكون واحد يتبحر بالفكر اكثر من هيك بكثير. ففي احد حلقات فيسوس عم يشرح عن مفهوم اللانهاي بطرق كثير حلوه. هلا نفترض انه كل يوم طالب يتعلم شغله جديده، يعني كل يوم حضر فيديو، هذا الشيء رح يحمسه انه يروح يدور بهالفكره اكثر، وغالبا الافكار هي رح تكون مطروحه بالمدرسه، ورح يكون في انسجام بعدين ما بين التعليم التقليدي والتعليم اللي فينا نقول على اليوتيوب لحتى يبدا اكثر. اكيد يعني اساليب متنوعه. خلينا نتعرف من حضرتك على اهم الاساليب اللي ممكن يتبعوها هلا بالتعلم، وخصوصا انه نحن صرنا بجيل دائما بده كل شيء جديد، بده كل شيء جذاب لحتى يكون متعاون، يعني ما عاد مثل زمان نحن كنا هيك لطيفين مو زمان كثير سلمى يعني هاي شوي صحيح. لا هي فكره حلوه، لازم يكون شيء جديد، لانه هلا التعليم التقليدي صار قاصر انه يخلي الشخص يكون بشغل متميز، يعني صار موضوع كثير صعب بسبب انه الكل صار في كثير متميزين، صار صعب انه حدا يعتمد على التقليد يكون مثلهم بجو العمل. هلا حاليا يعني هذا الشيء منيح طبعا، انه في كثير اساليب وكثير مسابقات. هلا مثلا في الواحد ممكن يروح بتجاه البرمجه مثلا، في مسابقات مثل النمذجه الرياضيه، في مسابقات الماراثون برمجه الاطفال، بعدين بالمرحله الثانويه في الاولمبياد العلمي السوري، بعدين حتى المرحله الجامعيه في المسابقه البرمجيه. هلا اذا الواحد حب يروح باتجاه اخر، باتجاه مثلا فينا نقول يعني هي بسموها انه ادبي وعلمي، مثلا باتجاه الادبي خلينا نقول، في المناظرات المدرسيه، هي عباره عن مثلا فريقين بيكون في فكره كثير يعني فيها منافسه وبتعمل جو حلو. تماما، يعني هي عباره عن اسلوب كلام او اسلوب مناقشه بين فريقين. في ممكن واحد يعتمد على مسابقات مختلفه عن المجال العلمي، في مثلا ممكن شطرنج، ممكن اي مسابقه، واللي صاروا كثار موجودين بسوريا. هل شو فئه المسابقات؟ انه رح يكون شخص لما عم يشتغل على موضوع رح يكون في عدد حواليه من الاشخاص او من الطلاب عم يشتغلوا على نفس الموضوع، هل هون رح يتبادلوا الخبرات بين بعضهم ورح يحمسوا بعضهم ويحفظوا بعض. اكيد. نصائح اخيره بتحب توجهها يمكن لكل الطلاب، للاهالي اللي كمان لهم دور كثير كبير والعبء الكبير بيمكن تحميس او تشجيع الطلاب، تشجيع اطفالهم لحتى او اولادهم لحتى يمكن يعرفوا يختاروا صح، وبالنهايه يعني يكون لهم مستقبل كثير مميز. هلا اهم شيء بالنسبه للطلاب هو الثقه بالنفس، اهم شيء. لما يكون طالب واثق من نفسه فهو ما راح يخاف انه يطالع افكار جديده. هلا دائما اللي ما واثق من نفسه راح يخاف يعطي فكره يكون لها منتقدين. هلا هو مو مشكله يكون في منتقدين ابدا، مو مشكله يكون غلط الفكره اساسا، فالثقه بالنفس هي اهم شيء، لانه هذا الشيء راح يحفزه انه هو يحاول يجتهد، والاجتهاد يعني انه يجتهد يعني يطلع بفكره جديده ويشتغل عليها. بالنسبه للاهل اكيد هو دعم ثقه الطالب بنفسه او الابن بنفسه وتشجيعه، ويعني واذا ممكن يتوفر بيئه المناسبه للعمل وللتفكير بيكون احسن بكثير. اكيد اكيد، يعني نصائح متعدده اليوم اخذناها من حضرتك، بدنا نتشكر وجودك معنا ونتمنى اكيد التوفيق لكل الطلاب. شكرا لكم. شكرا لك مره ثانيه. شكرا.